بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد من بلغ عن ربه البلاغ المبين وبين لهم الحق غاية التبيين، حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل معكم الحديث في موضوع الأحاديث القدسية. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم يرسم للمسلم الطريق الصحيح في أداء العمل، وذلك بأن يكون عملا خالصا صالحا خالصا لوجه الله، ليس فيه شائبة شرك ظاهر ولا خفي، ويبين خطورة الشرك وأنه لا يقبل معه عمل، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ومن قصد بعمله مع الله غيره فهذا هو الشرك في النية، وهو الرياء المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وتوعد الله المرائي بقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والرياء من صفات المنافقين، قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقوله تعالى في هذا الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، معناه أنه لما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وقاصدا معه غيره، كان قد جعل لله شريكا في النية، والله تعالى هو الغني على الإطلاق، وجميع الخلق محتاجون إليه، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل معه شريك فيه لغناه التام عن ذلك ولكماله المطلق. والشرك تنقص لكماله، لأن فيه مساواة المخلوق بالخالق، والناقص الفقير بالكامل الغني. وقوله تعالى: أنا أغنى الشركاء، ليس هو من باب التفضيل بمعنى أن الشركاء أغنياء وهو أكثر منهم غنى، بل هو الغني وحده، والشركاء كلهم فقراء محتاجون إليه. وقد تقع المفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه، فقوله تعالى: الله خير أما يشركون، وقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعنى قوله تعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله أحدا معي تركته وشركه، أي لم أقبل منه ذلك العمل. وفي رواية عند ابن ماجه وغيره: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، ومعناه بطلان ذلك العمل وتأثيم ذلك العامل وتوعده. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا فلا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس،
وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة والتي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وذكر منها هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني، رواه أحمد. وحديث الضحاك بن قيس مرفوعا: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقول هذا لله والرحم، فإنه للرحم وليس لله منه شيء. ولا تقول هذا لله وليوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء، رواه البزار وابن مردويه والبيهقي بسند قال المنذري: لا بأس به. وحديث أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فعادها عليه 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رواه أبو داود والنسائي بسند جيد. ثم قال ابن رجب رحمه الله: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أو لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. ثم قال ابن رجب: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، نستكمل معكم الحديث في موضوع آخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.